السلام عليكم جمهورنا الكريم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جلسات بلدية الجزء الثاني. احنا اليوم في واحد الحلقة متميزة جدا، لأن الضيف ديالنا ضيف فنان كبير ديال مدينة الرشيدية وخارج مدينة الرشيدية وعلى الصعيد الوطني وحتى على الصعيد المغاربي والدولي. رحبوا معنا بالفنان القدير كمال إدريسي. سي كمال، مرحبا بكم أستاذ. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وشكرا على هذه الاستضافة هذه، وشكرا كنشكر الجمهور الكريم حتى هو اللي كيشاهدنا من هذا المنبر هذا، والشكر لك حتى انت سي رضا اللي يعني اللي كتعافر مع هذا واجب، تبلغ مجهود كبير، الله يطول عمركم، باش تعطي الفن والفنانة واحد النظرة أخرى للجمهور. كنعطيو لهم غير اللي يستحقوا، الله يبارك ماشي فيك. أكثر. الله يبارك فيك، شكرا ومبروك هذه العواشر هذه. الله يبارك فيك علينا وعليكم وعلى الجمهور الكريم. رمضان مبارك سعيد، وتستاهلوا كل خير أستاذ، بارك الله فيك. الله يبارك فيك أستاذ. الجمهور ديالنا اليوم، الضيف ديالنا هو ولد بلاد، ولد قصر تازموريت بالرشيدية. بدا كرياضي لاعب كرة قدم، ومن بعد فاش غادي يكتشف الموهبة ديال الصوت ديالو، اكتشفها عن طريق تجويد القرآن الكريم، وفيما بعد توجه للغناء من بعد، ولا زال في الموازات مع الغناء، دار الانتاج وتوجه للمسائل ديال الانتاج ودار الشركه. وهاد المحطه كلها حنا جايين وغادي نذكروها ان شاء الله نقطه بنقطه، ونناقشوها نقطه بنقطه إن شاء الله. باش الجمهور اللي يعرفك يزيد اكثر يعرف عليك اكثر، والشباب اللي مازال ما عرفوكش هذا غادي يعرفوك ان شاء الله. وحنا ولاد اليوم كيف كنقولوا. سي كمال، يمكن لك تحدثنا عن نفسك من البدايه، وخذ راحتك واسترسل كما تريد. اولا نقول بكل شيء، انا سميتني، الاسم ديالي هو كمال ادريسي بوسيدي. نعم، اللقب كمال ادريسي، اسم الفني. اسم الفني، هذا الاسم ديال كمال ادريسي جاني من كنت موظف في وزاره العدل. نعم، وكنت تنغني في هذيك الوقيته، وما كانش كيسمح لي باش ندير السميه ديالي. نعم، وكنت درت السميه ديال التصويره والسميه ديال واحد الصديق ديالي سميتو كمال. نعم، اسم مستعار اذا باش تقدر درت كمال، وبديت ندير كمال الادريسي. ومن بعد منين استقليت من العمل صافي، وليت خرجت للوجود وبديت وقليت ديك السميه كمال الادريسي صافي، لان صافي راه تعرفات هي خليتيها في المغرب كامل كمال الادريسي. نعم، وهو كما قلت السي رضا، انا من قصر تازموريت، ولكن الاصل ديال الاصول ديالي من النواحي ديال تنجداد. نعم، من تيزكوغين. نعم، من ولد سيد الهواري. نعم، هذا الاصول ديالكم، ولكن زياده وخلق هنا في تازموريت. زياده وخلق هنا. نعم، نعم. انا والاخوان ديالي كاملين هنا، زدنا الحمد لله تقريبا راه 60 سنه وحنا في الرشيديه. تبارك الله ما شاء الله. ولكن بالنسبه للمنطقه راه الحمد لله راه واحده. حنا راه منطقه واحده. واقليم دابا رجعت كاع جهه. الحمد لله. واحده. السي كمال، عاود لينا كيفاش كانت البدايه ديالك مع الفن، عاود لينا، بدا لينا بشويه الجمهور باغي يتعرف عليك اكثر. والبدايه ديالي كانت بحال تقريبا البدايه ديال اي فنان. نعم، انا كنت في الصغر ديالي، كان في الاعراس ديال الخوت ديالي، كندير هذا الشيء ديال كنكون مع الجمهور ولا مع الناس اللي معروضين عندنا، كنهز طبيله ولا نهز دريبيكا ونبدا نغني. نعم، في الصغر ديالي، كنت نقرا في المدرسه. نعم، في الابتدائي كانت واحد التجربه ديال، كنا كنديروا واحد المسابقه ديال تجويد القران. اييه، واختارتني المدرسه باش نلقاو الصوت ديالي. جربنا، المهم درنا واحد ليسي، واحد الفقيه الله يرحمه، الفقيه بلاشمي، راه معروف في الصعيد الاقليمي رحمه الله، كان هو اللي مقابل المدرسه عندنا في قصر تازموريت. دار لي واحد ليسي ولقى الصوت عندي لا باس به، وعزلني من بين التلاميذ، وبدينا كنديروا المباراه، ودرنا مباراه محليه، وعاوتاني درنا مباراه هذا، وجيت كنت كنجيب المسابقه، في المسابقه كنجيب الجائزه الاولى دائما. اولى. نعم، حتى وليت تنمثل الرشيديه. نعم، ولا تتعيط لي العماله كيمثل تنمثل الرشيديه في الاقصائيات. نعم، درناها جهويه، وكنا تسلمت احسن مرتل القران في اقليم الرشيديه في 89 وتقريبا حتى ال 95.
ويمكن سجلتي كاع شي مرات شي حاجه شي تسجيل القران الكريم. هذه المعلومه كان قال لي الله يرحمه السي محمد الجلولي الصديق ديالك وديالنا جميعا رحمه الله. قال لي بين قيل سجلتي كاع بالصوت ديالك القران الكريم وطلع داكشي كان في 95 ولا 96 من ذكرت السي محمد الجلولي الله يليه برحمه الله رحمه الله الله يرحمه في هذه العواشر هذه. امين. كنا درنا انا وياه باش نسجلوا واحد المونتاج قال لك نسجل له شي كاسيطه ديال القران. مشينا باش نسجلوها وسجلناها فعلا وداك الشيء وسالناها وراه سهرنا عليها الليل كامل وحنا كنسجلوا انا وياه. ولكن ما طلقناهاش ما يعني ما خرجاتش ما تنشراتش. آه. لان خفنا يكونوا شي اخطاء. آه. اللي هما ديال كنتي مازال شاب وهذا مازال شاب. آه. وخص يكون معنا شي فقيه اللي حافظ القواعد ويوجهك اختو ترتكبوا شي خطا اللي تلاموا عليه نعم. وراك عارف بني الكلام الله ما فيهش نعم. ما فيهش نعم. حاجه ديال هذا وهذا دابا هو اللي كيفاش غادي تنتقل لمجال الغناء كيفاش غتكتشف راسك ولا شكون اكتشفك ولا كيفاش جا هذا الشيء هذا بغينا نعرفه كيف جا هذا الشيء. كنت مشيت في 89 مازال صغير مشيت للرباط داتني الوالده ديالي لواحد العائله ميسورة الحال يقولوا ميسورة الحال شد بقيت معاهم في هذاك القصر ديالهم لمده ديال واحد 6 سنين ولا شي حاجه. رجعت للرشيديه توظفت في وزاره العدل. منين توظفت بديت تنقرب لهذا الفنانه ديال الرشيديه وهذا صافي بديت تنمشي للعراس معاهم صافي. من هذيك اللحظه بديت تنغني معاهم. شكون هما ابرز الفنانين اللي اشتغلتي معاهم كعضو فريق قبل ما تولي انت؟ ايوا تقريبا العضو اللي تعاملت معاه هو بردع عمر. اييه كنوجه له التحيه من هذا المربر هذا. نعم. هو الاول تعاملت معاه ومن بعد ذلك عاوتاني درت كونت واحد الجروب فرقه ديال فرقه غنائيه صغيره وبديت ندير الاعراس رغم ان كنت موظف وكندير الاعراس. كتحاول تنحاول هكا شكون هما الالات اللي تدرجتي فيهم استاذ؟ اودي اش غادي نقول لك انا بالنسبه ليا ما عمري في حياتي حلمت نعزف شي اله. نعم. كنت تنغني فقط كنت متكافي بالغناء لا غير. حتى تقريبا من 95 حتى نقولوا 2021 يعني عاد اضطريت نبدا نعزف لان كنت درت استوديو. نعم. ولقيت لان كنا زمان كنا كنشجعوا. حتى انا عرفت يمكن واخا من زمان ما كتبتيهاش تعلمتي مؤخرا وقيل الالات الاورغ. شويه الالات الاورغ ولكن رغم عن يعني يعني بحال لها كما كيقولوا لها مضطر اخاك لا بطل او لا كيقول لها باللغه باش يهضروا جدودنا كيقول لك يعني بحال داخل شي يهودي للجامع يعني يعني تعلمت لها بالصفر رغم عن ما حد الانسان ماشي الحياه هو كيتعلم دائما حنا متعلمين الحمد لله. وهذا المهم هذا السؤال اللي طرحت عليا يعني مهم وهو قلت غادي تلا السؤال هذا لان اضطريت نتعلم اله ديال السانتي واخا داكشي بسيط لان درت استوديو هنا في الرشيديه وتسنيت الابناء ديالي حتى كبروا. لان باش نبداوش نتخبطوا في الهضره لان كنا دينا الجمهور كيفاش بديت انا الفن وكيفاش بديت. نعم هذا هو نجيو بالتدريج عاد غنوصلوا للاستوديو ونوصلوا للابناء ونوصلوا فوالا لان كاينه باش نستفوها كاين من الاول قلنا كنغني وانا موظف من بعد استقليت درت شركه ديال الانتاج ديال السمعي البصري. نعم. بديت تنسجل الالبومات ديالي سجلت فنان اخرين ولينا تشهرنا في المغرب كان ايام يلاه بان في سي دي يلاه ويوم كاسيت كاع ايام كاسيت. عاد نجيو للقضيه راه من بعد من انا عقلت على ايام السي دي كنا عقلنا على السي دي ديالك ديك الوقيته الوقيته والله الوقيته ديالي فين خرجت انا الانتاج كان الكاسيت يعني من بعد من عامين ما كملناش عامين خرج السي دي. نعم. من بعد السي دي لي بي 3 يعني من بعد داك الشيء صافي ولا الكاسيط ولا السي دي وقف. نعم. الشركه ولات وقفات صافي ولا اليوتيوب ولا اليوتيوب. داك الشيء باش درت انا بوز لان مابقاش الشركه مابقاش الانتاج ديال الشركه درت بوز واحد 10 سنين ولا 11 سنه يعني كنشوف واش نستقل من هذه المهنه لان مابقاش فيها وانا ما مولفش بالعراسات ما مولفش على الصهاره داك الشيء ما كتشتغلش فيهم كثير رغبه منك انت يعني انت ما كتبغيش ولا لان كانت الشركه عندي الشركه ديال الانتاج ما يمكنش نوفق بين السهاري والعراس وبين الشركه وبين حيت هذاك الهم ديال الانتاج راه شغل بوحدو شغل بوحدو ولكن باش تولي باش بالنسبه لنا دابا السيريضه في الرشيديه راك عارف هذا الشيء باش
باش دير جروب فرقه ديال فرقه موسيقيه في الرشيديه راه صعيب الحال. ماشي سهل فهمتني، راه نديرها في كازا وما نديرهاش في الرشيديه. نعم، الناس تيشوفوها بهذه السهوله هذه. نعم نعم، يعني صعيب باش دير فرقه موسيقيه وترأسها وتكون ثابته ويكونوا دوك الاعضاء يعني. نعم. مازال انا كيبان لي مازال يعني ما باش نقول لك دير مثلا دير فرقه في كازا وما ديرهاش في الرشيديه. يعني صعب شويه، صعب شويه حتى دوك الحريفيه اللي ضبطوا معاك المسائل قلال. لا هما شوف قلال شوف هو احنا المنا ولا عيط له هذا يمشي هنا ولا عيط له تبقى انت بلاش ومشاكل. انا داك الشيء انا عشتو. احنا مثلا نعطيك غير مثال في الوقيته ديالي انا، مثلا نجيو لالات الكمان. الات الكمان مثلا تقريبا كان واحد ولا جوج اللي كيعزفوا الاله هنا في الجهه كامله فعلا في المنطقه كامله. يعني اش نبدا نتسنى هذاك واللي كيجي كيعزف؟ صعيب شويه، صعيب مثلا شوية. الناس اللي كيعزفوا الاله ديال اللورغ كانوا واحد ثلاثه د الناس ولا شي حاجه يعني، ما وكانوا تقريبا واحد 20 جروب مع من غادي يمشي هذا ومع من غادي يمشي هذا. فعلا فعلا، لان كان صعيب باش دير بالصح فرقه موسيقيه. هذا هو اللي فشلني انا. وسائل الاتصال ديك الساعه صعيبه وفينا وفعلا وبالنسبه مثلا نجيبوا حنا نستوردوا من المدينه، لاننا في الاستوديو راه اللي الاكثريه اللي سجل معايا راه ولاد كازا ولاد قنيطره وما اللي يعزفوا معايا. نعم. ممكن نعيطوا للناس يخدموا معنا في جروب، ولكن شحال قدك؟ شحال قدك؟ شحال قدك؟ واش غادي غيبقى غادي جاي والبول غيبقى غادي جاي وغادي غادي دير له الدار فين يسكن؟ غادي توكلوا غادي تشربوا غادي تخلصوا امور اخرى. وبالنسبه للمنطقه عندنا حنا راك عارف اني ضعيف حتى ما كيعطيوش شي حاجه اللي باش غادي نعم باش غادي تكون. ونتمناو خير فيما هو قادم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. سي كمال، بغيتك تذكر لنا ابرز الاعمال ديالك اللي تشهرات. انا كنهضر على الاعمال ديالك، يعني ابرز الاغاني اللي هي ديالتك اللي تشهرات في السوق. راه كاين دابا اللي كيسمع واحد الحاجه ومشهوره وكنا راه ما عرفتش سميت مولاها. نعم، هذه فرصه لان كنسمعوا اغانيك بارتو، كنسمعوهم كنكون في الرباط لهذا كنسمعوا. نعم. الصوت ديال سي كمال الادريسي مطلق. نعم. ولكن كيقد يكون تيسمعوا هذاك الشخص ما عرفش شكون هو هذا الشخص. نعم. هذه فرصه باش نعرفوا على الاعمال ديالك الحمد لله اللي نجحات. وبالنسبه للاعمال ديالي اللي نجحات، يعني راه ماشي اغنيه ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه. نعم. اللي غادي نذكر. نعم. اولا النجاح اللي نجحت الاول هو تقريبا من 95 ولا 96 كنت بديت بالبلدي. نعم. يعني من بديت بالبلدي هذه وقيلة الى انا على ما اظن الى ما خانتنيش الذاكره ديالي، يعني بالنسبه للشباب اللي كانوا طالعين في ديك الوقيته اول واحد بدا في البلدي وبدا باغاني ديالو، يعني خرج اغاني جداد ماشي كتعاود القديم. ماشي كنعاود. نعم. ولا تذكرنا شي ولا تذكرت شي اللي تيتر، يعني العناوين ديال بعض الاغاني راه تذكرهم الناس ديال الجمهور اللي كيتفرج فينا هما ولا والديهم، لان هذا الشيء راه قديم شويه. كنت خرجت من الاول، اول اغنيه اللي يعني لقات واحد الصدى كبير هي مالي ومالهم، تم صاحبي ولا لي عدويا يحكي سري ويحفر لي قبري. نعم. كنت درت ديال غابت بنتك يا مرا وقولي لي فين دارت الوليد. نعم. كنت درت ديال انت اللي هبيل راسي ومشيت للشعب وحطيت. يعني بزاف ديال الاغاني درت بلديه. من بعد من داك الشيء خرجت للانتاج. درت شي البوم ديال حنا خوت شقاق. لا تهزني بكلام لا تضربني بمعاني. أيه. واش هذا واحد صاحبو باقي كنعقل عليه كنتي درتيه، وكنا السي دي باقي عندنا في المنزل ديالنا ملي كنت باقي صغير. نعم. كان فيه ديك خليل مختار. خليل مختار هذيك جات من بعد من هذيك ماشي ديالك استاذ ولا ديالكم؟ لا هذيك ممكن كنتي تعرفتي بها في هذيك الوقيته. واخا هذيك من بعد من هذه المساله من بعد من هذه المجاهدي. نعم. بديت يعني طلعت للمدينه ولهاد الاغاني ما كيتسوقوش في المدينه، يعني ما كانش شي اقبال ديالهم، ولو انهم في المنطقه ديالنا لقاو ناجحين محليا ولكن ما واصلينش وطنيا. ملي مشيت لتما وانا انا اصلا منتج، يعني منتج. نعم. اش ندير؟ خصني نبدا نبيع في كازا حتى انا ونبيع في البلايص. هذيك هي فاش طاحت عليا الفكره ديال نبدل النهج ديال الاغنيه ديالي وديال العزيف وديال الناس اللي زنستريمو، دخلنا اللي زنستريمو اخرين. ومن بينهم بدينا بديال واحد السيديه كنا درناها في مسكي ديال كيفاش كنتي يا العروبي كي كنتي. اييه. وديال الحبيبه قولي جو تام. اييه.
وهذاك لقى واحد الصدى عقلت كبير. على كان تباعوا استديوهات كثار. اي هذاك كان هو اللي كان اول كان شهرني في المغرب كامل انطلاقه الفعليه وخارج المغرب. عاد جات عاد نجيك لهاد النقطه ديال هاد العنوان ديال خليل مختار جات المراهقه روطار. هذه اغنيه ديالنا جات عتابو. هذه كنت واحد الوقيته غادي مسافر كنعقل في الطريق ديال الناظور وشديت ديك السيديه خرجات وكنسمع لها. عجبتني الاغنيه ويعني انتظرت تقريبا راه كان طار دوره في راسي تقريبا واحد الشهر. هي ما لقاتش نجاح بالفنانه الكبيره ديالنا نجاة عتابو واللي حتى هي محبه للرشيديه ومحبه للفن البلدي. اييه وفكرت واحد النهار نعاود هذه الاغنيه هذه وعاودتها والحمد لله لقات واحد الصدى. وهذا هو اللي تنقول حتى لجميع الفنانين وجميع راه الانسان ملي تيعاود واحد الاغنيه ديالك. وتحيه بعدا للفنانه نجاة عتابو من هذا المنبر هو كتبغي باعوش القصه ديالها ملي كانت صغيره وعاشت في الرشيديه وكتبغي الناس الرشيديه ومن المعجبين ديالها. انا بطبيعه الحال كتعرف فنانه قويه ومدرسه تبارك الله بطبيعه الحال هرم ديال فن طبقه صوتيه تبارك الله هائله ما فيهاش شك. قلت لك الحاجه اللي خص يعرفوا الناس دابا كيبقى داك المشاكل ديال غنيتي لي اغنيتي وهذا كتلقى كاع فنانين مدائن في المحاكم راه ربما ما عاود لك اغنيتك الا حبا فيك ما عاود لك واحد الشخص اغنيه ديالك الا راه كيبغيك. نعم هذا هو اللي كاين. ولكن شنو كيوقع شي مرات هذيك النيه كتتقلب كيصدق مثلا يقدر مولاها ما صدقاتلوش بحال داك اللي عاودها وتتقلب هنا الايه وتيوليو مشاكل هنا فين تيوقع. وحنا شفنا امثله فنانين كبار. نعم لا داعي لذكر الاسماء. نعم فنانين كبار واحد خرج اغنيه واحد عاودها حبا في هذاك الشخص صدقات نجحت لهذاك ومولاها ما تعرفاتش ما تعرفش بها. هاد الشيء هاد المسائل كاينين ماشي عندنا في المغرب كاينين في العالم العربي. وبلا ما نهضروا العالم ديال المغربي بوحدو حنا نهضروا على العالم العربي ديالنا. نعم. وسيرتو على المغرب. نعم دابا هاد المسائل هادو ديال الاغنيه ديال واحد وعاودها واحد هو نورمالمون خص ياخذ الاذن. الاذن هضره الاذن احتراما للكاتب واحتراما للملحن واحتراما للمغني باش تبقى الحقوق محفوظه لكل ذي حق حقه. فوالا ويعني وكتكون هاد المسائل هادو راه كيكون تيكون محفظ يعني راه اغنيه ولا لحن ولا اداء. نعم. ولا هذا راه كيكون محفوظ ومولا اللي كيتخاد الاذن راه تخاد تخاد الاذن راه ولكن شي مرات ما تيوصلش ما تيقدرش يوصل مسكين هذاك اللي بغى يعاود ما عرفش يوصل لهذاك الفنان باش يقول ليه راني راني كنبغي. ولكن كنجيو مثلا هذا الشيء كيكون تيكون بين الفنانه الكبار. نعم الفنانه الكبار ممكن يديروا هذه المساله بيناتهم. ولكن بالنسبه للشباب ديالنا وبالمبتدئين وبالنسبه واش هو عاد غادي يمشي ياخذ اذن من عند مثلا عبد الهادي بالخيار او لا ياخذ هذا هو كياخذو بحال كنقولوا تياخذ داك الفنان يعني قدوه يعني كياخذو غير قدوه. هو راه ما فكرش في اغنيه يعاودها. نعم. ويتابعوا الاخر ولا هذا هو خداها غير اصلا تيقول لك كيقول لك الاغنيه الا فاتت 25 سنه يعني ربع قرن تتولي تراث. لا ونورمال شوف انا اللي انا باش نكمل لك هذا ديالي. نعم. انا بالنسبه لي انا هذا غير النظره ديالي. نعم. يعني اغنيه تغنى اي واحد. نعم. كتسمى هذاك تراث مغربي صافي لا غير اللي كاين ما حب يعني عاودها هذاك الفنان حبا فيك وهذا سيرتو الا كان ماشي يجي الاخر كيشوف كقدوه ديالته ويحصل الشرف يعاود لك الاغاني ديالك. هذا هو اللي كاين. هذا اللي كاين. سي كمال قلنا على تجربتك في الانتاج وبغيت نعرف ابرز الفنانين الوطنيين. نعم. اللي تعاملتي معاهم اللي انتجتي لهم. انا كنعرف بين عندك علاقات وطيده مع فنانين كبار. نعم كثار يعني ما غاديش نذكروا على سبيل الذكر ولا الحصر. نعم سي عادل الميلودي. نعم تعاملتي مع العديد يعني يمكن لك تصردهم لنا وتذكرنا على التجربه. المهم دابا ملي كنذكروا الانتاج كانت عندي شركه ديال الانتاج ديال السمعي البصري غير هذه الكلمه هذه راه صعيبه. نعم عندك شركه ديال الانتاج ديال السمعي البصري يعني خصك تفهم السيريضه بان انا من عائله فقيره. نعم. من عائله فقيره وكنهضر بهذه اللغه. كانت عندي شركه ديال الانتاج السمعي البصري يعني الفن والعلم راه تيخرج غير من ولاد الفقراء ماشي مشكل ولكن ولكن المشكل نعم. هو ملي كتجي وكتلقى باك تبارك الله يعني
عنده يعني عنده شويه ما محتاجش، راه كيعاونك. نعم. دابا خصك تشوف انا ربما ما يعني ما عنده باش يعاون، ما عارفينش هذا الميدان. احنا كنهضروا كنجبدوا كنقولوا درنا شركه ديال الانتاج ديال السمع البصري. نعم. راه ما درناها حتى. راه خصنا نعاودوا على المرحله عاد درنا. فهمتك. ما لقيتيش كلشي مهيئ، ما لقيتش كلشي مهيئ يعني الله اعلم اش جرى لنا، واش درنا، واش فعلنا باش وصلنا لديك درنا شركه فعلا. يعني هذه راه بوحدها الا بغينا نهضروا عليها. ممكن درت شركه ديال الانتاج ديال السمع البصري، وتعاملت مع فنانه في المغرب، تعاملت مع استوديوات منهم استوديو. المهم البدايه ديالنا خلاص حنا بدينا هنا مع هامي نهار، كان عنده عبد الله هامي، السي عبد الله هامي فنان، وتحيه ليه من هذا المنبر، من هذا المنبر هذا. نعم. كملنا المسائل ديالنا، مشينا القنيطره تنسجلوا مع هشام الفطوشي، كان من الاستوديوات اللي باينين ديك الساعه في ديك الوقيته في المغرب، كان معروف كانتين. وتما بقى الانتاج ديالي تما فين جات الصدى ديالي، وتلاقينا مع عادل الميلودي وتعاوننا بعضياتنا، وتلاقينا مع 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 ناس يعني الفنان بوعلام وخديجه الاطلس سجلتها حتى هي، حسانيه صديقه ديال كتشتغلوا كثير نتوما بزاف، معنا اكثر من ربعه، اكثر من تقريبا اكثر من 15 لا جلات معايا، عندك العلاقه وطيده مع الحسنيه، الفنان الكبير مصطفى امقيل، الفنان احوزار، وعده فنان بزاف ديال الفنانه. نعم. وبالنسبه للريف عاوتاني تسامنا مع فنانه اللي معروفين في الريف مزيان. نعم. والحمد لله الحمد لله، مازال الخير القدام، مازال الخير القدام، مازال الخير القدام. وحنا من هذا الشيء كامل دابا انا واخا كنت قلت لك في الاول بان كنت تنغني لبلدي، ومنين مشيت لقيته ما كيتباعش مثلا، بدلت النهج ديالي. يعني درت الخطه ديالي اللي درت، وهو انني نسجل شي حاجه اللي يسمعها المغرب كامل، ولكن ما هربتش دائما عن البلدي. نعم. يعني بغيت نجر معايا البلدي دائما الى لاحظ به. الى لاحظ المستمع والمشاهد الى كيلاحظ ان كنت تنسجل كاسيطه، ديك الساعه كاسيطه ولا سيديه كان فيها 6 ديال الاغاني، 6 ديال التراك. نعم. يعني ضروري واحد التراك كتلقى فيه دخل انا فيه اغنيه بلديه. نعم. داك الدم ديال سو تيجبد يعني باش ندوق، بغيت بحال الا كتدوزوا مع داك، كندوزوا مع هذا ولقى اقبال منهم. مثلا ديال الاغنيه ديال نجيبك نجيبك سوا بالسيف سوا بالخاطر، راه بلديه. نعم بلديه بطبيعه. وبزاف ديال الاغاني دوزتهم مع هذا وسمعوا لهم الناس ولقاو اقبال. الحمد لله الحمد لله. وشنو السر استاذ ديال هذه لاحظتها سبحان الله، وما كايناش عند الفنانين الاخرين، كيفاش حتى انفتحتي مغاربيا؟ انا كنعرف تصنتوا لك شويه في ليبيا، كسوا في الجزائر بزاف. نعم. كنقرا لي كومونتير وكنشوف بعض الفيديوهات في لاباج ديالك وداك الشيء، دائما كنشوف اصدقاء ديالك ملي تيكون عيد ميلادك تيباركوا لك من ليبيا. نعم. من الجزائر، من تونس، من. نعم. كيفاش هذا الانفتاح المغاربي؟ ما بغيت نفهم وبغى الجمهور يفهم كيفاش غناك مقبول عند هذه الدول المغاربيه. اولا بالنسبه لهذا الاقبال اللي عندنا، راهنا معروفين لبلدان الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وبعض الدول العربيه كاين واحد الاقبال، وما ننساوش واحد الاغنيه اللي لقات اقبال مزيان في الدول الخليجيه، اللي لقات اقبال في السعوديه وفي قطر وفي الامارات في هذاك الخليج العربي كامل. هي ديال يا ربي السلامه، نسعوك السلامه. يا ربي دير الخير. راه تقريبا راه كيقبطوها كيركبوها مع فيديوهات، كيركبوها مع فيديوهات اخرى تقريبا. حتى في ايامات مونديال ديال قطر ملي المغرب كينتصر، لك كتشوف هذوك الخليجيين باللبسه ديالهم كيركبوا الفيديو ديالهم على الصوت ديالك، انت كتقول يا ربي السلام. وانا ما كنكونش باين في الصوره، ولكن راه الصوت ديالي. وكتلقى محققه شي ملايين المشاهدات تقريبا. الا جينا نجمعوا دوك الملايين، لي كليب اللي دايرين، دوك الفيديوهات اللي دايرين فعلا هكاك. نعم. راه تلقاها ضاربه اكثر من 100 مليون مشاهد تقدر. فعلا فعلا. فهمت يعني؟ لا انا والله لا شفتها، حضرت لها زعما بالصدفه. المهم بالنسبه لهاد الناس اللي كيسمعونا، خص دابا السي رضا الله يرضي عليك. نعم. دابا خصنا غير نفهموا مثلا في الفن، مثلا كنعطيو مثلا نمشيو للمول الايقاع. الايقاع، الايقاع عباره عن اش؟ عن دربوقه، تعريجه، باتري، طاره، الايقاع كامل. الايقاع. اذا انت اشنو باغي تتبع؟ واش دربقي؟ واش باطور؟ واش راه خصك تقن ديك الاله اللي كدار اللي كدار. تقنها. راه ما غاتقلش حتى تعيا وتوصل، حنا ما مشيناش حنا المغني، ما مشيناش العازف. يعني واش انت ايقاعي؟ راه خصك تتقن ديك الاله اللي كدار. فعلا. يعني راك غتوصل، راه ما يمكنش انت تطفل على واحد الحاجه
وغادي تبغي توصل به غادي توصل بها ما يمكنش فعلا. إذن انا اللي وصلني لهاد الناس هادو هو من الاول راه الحمد لله راه اي فنان منين كيبدا منين كيبدا اي حاجه راه كيكون يعني كيكون المثل الاعلى ديالو شي واحد فعلا. اي واحد فعلا. ولكن من بعد من داك الشيء تتحاول ما يمكن تصنع مدرسه ديالك تصاوب تدير راسك انت براسك تدير راسك وما يمكنش غير نجيو ندخلو نديرو قاعده ديالنا لا بد تدرج وتستافد وتاخذ من اللي قبل منك ولكن ما غتبقاش دائما انت لا بد خصك تبني انت كي قلنا مدرستك وتتعلم من الاخطاء فعلا تتعلم من الاخطاء ديالك والاخطاء ديال الناس هذا هو اللي داروا ما طيحش فيهم فعلا ويعني راه واخا ما بلا ما نهضر واخا ما تكون واخا ماشي فنان تكون كوايري تكون حريتي اي مجال في اي مجال اون جينيرال تتطور تحاول ما يمكن تطور طور نجيو حنا غير مثلا لواحد سودور ولا واحد ميكانيك ولا واحد هذا تتحاول ما يمكن تخدم في البيئه راك تعلمت من الناس تعلمت ولكن تحاول ما يمكن انت تطور المساله ديالك هذا هو اللي نفعني انا نعم. في الفن ديالي نعم. كنت نبحث واش فهمتني نعم. يعني ما كنبقاش كنحاول ما يمكن ما نبقاش غير في هذا وهذا هو اللي خلى هذا الدول يتصنتوا الموسيقى ديالك يعني كنت نبحث منه ونبحث نعم. منه وننوع في جميع الايقاعات يمكن لنا من هذا المنبر ديال البرنامج جلسات بلديه نوجه تحيه للاصدقاء ديالك في هذه الدول كلها اللي ذكرنا يمكن لك توجه لهم التحيه كنشكرهم بزاف ويعني راني كنبغيكم بزاف وشكرا على الدعم اللي دعمتوني وراني الحمد لله كنقرا الميساجات ديال الناس كاملين سواء داخل الوطن او لا خارج الوطن وشكرا بزاف وعلى ذكر هاد يعني التسويق الجيد اللي كيوصل حتى لخارج الوطن يمكن لنا يمكن لك استاذ ترشد هادو للمشاهدين نعم. القناه ديالك اللي بغى يدخل يشوفها او لا القناه ديالي شنو يكتبوا كمال الادريسي حتى اللي ما عارفش باش كمال الادريسي راه في اليوتيوب صافي نقدروا نخليو الوصف تحت هاد الحلقه ان شاء الله باش اللي بغى يدخل القناه ديال سي كمال الادريسي يشوف الاعمال لان راه درتي اعمال كثيره في هاد الاواخر ودرت اعمال كثيره في هاد الاواخر وكليبات زوينه وتفرجت شويه انا في داك الشيء عجبني وهو شوف هو السي رضا نعم. واحد المشكل كان وقع لي انا من بعد من 10 سنين اللي قلت لك ولا 11 سنه ديال التوقف اللي توقفنا يعني تقريبا راه كنت غادي نستقل من الفن شبه اعتزال حسب اعتزلت جاب الله الحمد لله الوليدات كبروا الحمد لله وبداو كيدعموني وكيهذا وكيساندوني ولقيت على ذكر الوليدات انا كنعرفك تشبت بزاف وليداتك ومهمين عندك في حياتك قبل كل شيء يمكن لك تذكر شحال عندك ديال الوليدات استاذ عندي ثلاثه الوليدات ممكن تذكرهم باسمائهم عندي انا كنعرفهم ولكن الجمهور باش يعرفهم عندي رضا ايوا شتي كنت تلعب معاه الكره الصديق ديالي الطفوله العماله ملي كنا ساكنين فعلا كنا صغار كنلعبوا في الساحه راه تقريبا راه عنده 26 سنه وكان كيلعب معنا ابن الاخت عبد الحليم سواء كنوجه له التحيه وكاين كاين رضا وكاين محمد طه اللي هو تكنيسيان ديال الاستوديو وكنت عارف بينه يمكن واقيلا هو دابا المانجر ديالكم وهو اللي مسؤول على الاعمال دابا شوف دابا حنا دابا حيت هو بغاوش تيشجعوني جريتهم معايا ما كاين ما احسن من الانسان يخدم مع وليداته وتخدم مع وليداتك ولكن حيت الحرفه صعيبه ما بغيتش ندخلهم لا ندخلهم الى حد ما وادخل ولا بحال مثلا نعطيو ما يتعمقوش لا مثلا خليهم في هذه المسائل التقنيه لا شوف راه الفن فيه واد ما فيهش تعمق ولا ما تعمق لا خليهم فيما هو تقني دابا صافي دابا هو المغني والله رضا دابا راه كيدير تبارك الله القانون تبارك الله عنده القانون وكيعز معايا السنتي مثلا راه ما عاش غير قبل واشرح بعدا قلتي القانون السنتي القانون قرايه القانون الذروه ماشي القانون ايوا ماشي بحال عاد الاله دابا تيعزف هو تبارك الله ايوا هو دابا اللي راه هو الشيء اللي كنخدموا حتى في هذه الخدمه ديال الاستوديوهات والناس اللي كيجيو سميتو انتم اللي كتشتغلوا مع الناس احنا اللي كنشتغلوا معاهم رضا كيعزف السنتي تبارك الله باقي شي واحد اخر في الوليدات ما ذكرناش هو التكنيسيان هو التكنيسيان ديال دلوسون وكيدير التكنيسيان تيدير هادشي ديال المونتاج هادشي ديال التصوير والمونتاج المهم قابل من هاد المسائل وحاتيم راه مازال عنده 15 سنه باقي صغير الله يسخر وسيدي بطول العمر والله يخليهم لك استاذ الله يخليهم لك واخا شويه ديال واخا شوف هو تكرفص انا اولا بعدا هاد الوليدات هادو راه ولدتهم وانا في عمري 21 سنه
كنتي شاب. كنت 21 سنة ايوا ورضا، قول اخوتك راهم طلعوا معاك تبارك الله. رضا ولدتو في 21 سنة دابا ما عاد شاء الله، تبارك الله 26 يعني سنة. بحال اخوك الصغير ماشي. والمدام والمدام ديالي راه ولدها صريضة في عمرها 14 سنة. ما تزوجتو بكري ولدنا ما شاء الله. ما عرفناش دابا حتى نجلسوا، ما عرفناش شكون الكبير فينا والصغير، واش ولادنا لا انت باقي صغير خليهم هما يكبروا طول العمر ان شاء الله. الله يبارك فيك. بالنسبة استاذ جديد الاعمال ديالك، واش كاين شي امال، كاين شي طموحات، كاين شي حاجه ان شاء الله جايه، شي مشاريع؟ دابا اسمع، عاود لينا على قادم الاعمال ديالك. واحد القضيه اللي هي وقعت لي السي رضا، نعم، هو منين رجعت باش نبدا نغني ودرت استوديو في الدار، راه بحال تقول دابا كنت نسجل في قنيطره. يعني منين درت بوز وبيت نعاود نرجع نسجل، راه نورمالمون نمشي لقنيطره ولا شي قنت نسجل. لا رجعت درت استوديو في الدار ديالي، وبحال الا قلت رجعنا ل 95. نعم، يعني ما زدناش كملنا المسيره، رجعنا ان تعلم الولد مزيان وهذا، والولد ديالي ولا كيشوي في السنتي ولا تكرفصنا واحد شويه، باش الانسان يتعلم. واحد العامين، هاد العامين دوزنا من كرفصه، ودابا الحمد لله راه ان شاء الله راه غادي ان شاء الله يكون الخير. كاين الخير ان شاء الله الجديد. وملي كنقولوا كاين الاستوديو دابا الجمهور كيسمع الاستاذ هو بكل تواضع كيقول كاين استوديو في الدار، راه ماشي شي حاجه اللي هي زعما بدائيه ولا، راه شفت انا هذاك الشيء ما شاء الله، ما جيتش مازال ما حصليش الشرف نجي، وغادي نجي ان شاء الله عما قارب، ولما لا نديروا اعمال عندك ان شاء الله. انا شفت لي فيديو وشفت الصور، هذاك الشيء تبارك الله، راه بروفيسيونيل اللي عندك. الله يحفظك السي رضا. دابا انت ما تستاهلش، يعني ما تحتاجش العرضه، انت ولد الدار ما فيهاش شك. الا تسنيت تعرضناك باش تجي للاستوديو نجيب بلا ما تنزو عليك. الا تعرضت راني تحسبت براني. لا ولكن بغيت باش نشرح للناس بان سي ان ستوديو بروفيسيونيل. وهو استوديو، شوف هو استوديو راه تقريبا راه خسرتي عليه مجهود والارقام لان فهمتني ما بغيناش، ولكن راه استوديو شبه دولي، معايير دولية. هذا هو حيت دابا ملي انت قلتي انت بشكل متواضع قلتي استوديو في الدار، خص الجمهور يفهم بان راه استوديو بمعايير. كما قلت لك كما ذكرتك في الاول ذكرنا شركه، ولكن ما ذكرناش اش وقع لنا باش درناها. فهمتك. دابا درنا استوديو، ولكن الناس تسمع مثلا غير استوديو، استوديو مثلا راه خسرت عليه شي 30 مليون. ايوا هذا باش درت استوديو، ولكن ماشي هذا هو اللي مهم. مشكل ماشي المشكل هو في 30 مليون. نعم. المشكل هو كيف دير تصنع تكنيسيان. فعلا. لان احنا عندنا في المغرب راه ماشي استوديو اللي غالي، كان زمان استوديو تيسوى بمليار. دابا حيت تطورات الوقت وتطورات ولا استوديو ماشي مشكل داك الشيء بسيط. حنا 30 مليون بالمقارنه مع الاستوديوهات اللي كانوا في التسعينات. نعم. راه كانوا بمليار و800 مليون و600 مليون. كانوا يسوى واحد اربعه ولا خمسه في المغرب كله. دابا حيت تدير استوديو بطائع خاسر عليه 30 مليون، راه استوديو غير هما ولا ذاك الماتيريال الرخيص ولا هذا. اللي مهم هو شنو هو الاستوديو السي رضا اللي مهم في المغرب عندنا، هو اللي يخدم فيه، هو التكنيسيان. اه. دابا راه الناس اخر التالي في الفنانه في المغرب راه يدير استوديو، ولكن كتبقى في التكنيسيان. اه فعلا. انا راه نشوف انا راه كنقولوا ليديده. قلال، لان قلال لي تكنيسيان في المغرب قلال عندنا. اه. داك الشيء صعيب، راه ماشي هذا الشيء ماشي ما ساهلش باش تكون تكنيسيان. فعلا فعلا ماشي ساهل. والحمد لله دابا وشويه بشويه كل شيء ان شاء الله مع الوليدات، مع هذا، مع المثابره، لا بدا هذا الشيء غادي يتقدم ان شاء الله. وحتى انت نوجه حتى النصيحه للشباب اللي بغى يجيو يسجلوا، اللي بغى واش الابواب مفتوحه، واش شرح لينا باش كاين شباب ما باغي يسجلوا ما لاقينش. راه كنهضروا على جميع الالوان ولا الرشيديه، كاين اللي باغي يسجل الراب، كاين اللي باغي يسجل الشعر، كاين اللي باغي يسجل البلدي، كاين اللي باغي يسجل الطرب او المغربي، او يعني الناس باغا تسجل عندها موهبه وبغا تسجلها بشكل يعني بروفيسيونيل. واش الابواب ديال الاستوديو مفتوحه؟ واش اللي جا غيمكن يتعامل معاكم؟ واش شرح باش الناس تعرف. احنا دابا السي رضا، انا منين درت استوديو اولا منين درت استوديو نعم راه كنت درتو ليا. نعم. باش ما نبداش باش ياك عارفني انا كنهضر صريح. نعم. انا درت استوديو خاص بيا لان المنطقه ضعيفه. نعم. فهمتني السي رضا؟ راك عارفين انتوما بان العراس هنا العراس يعني كيمشيو يعني باقل ثمن. اييه. يعني ما كانش البلاد ضعيفه. هذا الشيء اللي كاين. ما نبداوش نقولوا احنا صحاب العراس ما كيعطيوناش، لا البلاد ضعيفه. الواقع الامكانيات ضعيفه عند الناس. وبالنسبه باش نفكر انا باش نفتح استوديو في الرشيديه باش نخدم، راه يعني كنطلب المستحيل. يعني اولا درت استوديو باش نسجل فيه انا. وبلا ما نقول زعما راه استوديو فاتحوا للناس.
راه عيب نقول فاتحوا للناس، راه داري انا كنت فاتحها للناس ماشي استوديو. اما استوديو الا درتو راه داير بحال قهوه ديال الجميع، ديال الجميع ما محتاجه. انا داري فاتحها للناس الحمد لله. اما استوديو هذاك راه ديال الناس ماشي ديالي. اللي بغى يجي يسجل مرحبا به. مؤخرا كان جا عندك، كانوا جاو عندك الطاقم ديال لا لا الفرقه ديال التصوير ديال الحديدان، دوك الفنانين الممثلين اي كانوا جاو، كانوا جاو شفتهم شفتي تصور عندك في المنزل ديالك رحبتي بهم. كانوا جاو يعني كيجيو عندك فنانين دائما كيجيو ولا كيجيو بلا هادو. كانوا جاو بعدا هادو عاونوا شي جمعيات انا في الرشيديه واتصلوا بيا واستضفتهم جلسوا معايا واحد اليومين. يعني عندك ناس فنانين كبار تجي الرشيديه كيسولوا فيك تقريبا. راه جاو بالكار، بكار باش جاو راه اكثر من 50 واحد جاو. ايوا تبارك الله وصادفتهم عندي في الدار. تبارك الله. وهذا هو اللي معروف على الناس ديال البلاد والشيم والكرم ديال اهل الرشيديه الحمد لله. وشوفوا اللي مهم في هذا الشيء كامل، في هذه المسائل كامله، في هذه المسيره كامله، السريضه اللي ذكرت ليا ديال الفن وديال الشركه وباش بديتو في البلدي وباش هذا، اللي مهم هو يعني كانت تحت لي، ماشي تحت لي فرصه، راه تحت لي فرص بزاف باش انا نهاجر البلاد. نعم. وماشي غير البلاد، راه تحت لي فرص لاوروبا. نعم. ولكن بقيت متشبت بالبلاد بالبلاد وبالارض. الحمد لله الحمد لله. الوالدين انسان وليداته دابا انا منين جاتني الفرصه مثلا، نعطيك فرصه الوالدين خلاص راه هما اولى. نعم. ولكن منين جاتني فرصه اخرى مثلا باش نمشي لاوروبا، راه لقيت الولد ديالي الكبير عنده 14 سنه ولا 15 سنه. ما يمكنليش، هذيك هي الوقيته ديال التربيه. والله داك داك السن الحساس في هذاك الوقت. الحساس. وحنا الاخوان ديالنا في الدار، شي في الدار البيضاء، شي في الناظور، شي في كل واحد مفرقين. على ذكر الاخوان، ما سمحناش، ما سمحتناش الفرصه اننا نذكروه ولا نستضفوه. عندك اخ ديالك. نعم. ما عرفتش واش اصغر منك ولا اكبر منك، هو السي ابراهيم اللي حتى هو فنان ما شاء الله، حتى هو مغني رائع. اييه. شكون اللي بعدا اللي كبر، واش انت ولا هو؟ انا اللي كبير. ما شاء الله. يعني هو خدا منك الحلفه. خدا مني. دابا حنا، دابا حنا الوالده متفاوتين بعامين عامين عامين، وكنبانو بحال قد قد. وكنتوا واحد الوقيته كاع اشتغلتوا جميع انت والسي ابراهيم. وهو كان بعدا اولا راه خدم معايا في الشركه. نعم. وراه قبل من الفن خدم معايا في الشركه غير، ولا عاوتاني تطوع للفن. نعم. وحتى هو ما شاء الله. اي هادشي اللي كاين يعني، راه اسره فنيه دابا علاش تنتكلموا. الحمد لله. وحال الوليدات دابا عاوتاني، الوليدات الاجيال الجديده الحمد لله. طه رضا تبارك الله تبارك الله. ولكن شوف هو اللي كيبقى فيا انا، وهو مثلا نهضروا حنا نقولوا مثلا حنا، المهم داكشي اللي دوزنا راه دوزنا الحمد لله ومازال الخير. وشكون اللي كيبقى فينا دابا؟ حنا قلنا مثلا جانا فرص باش نمشيو لكازا وباش نمشيو لطنجه وباش نمشيو لفرنسا وباش نمشيو لطاليان، ما مشيناش وبقينا متشبتين. ولكن من تشبتنا، واش حنا السؤال اللي طرح السي رضا هو واش حتى راه حتى الجهه والمدينه والبلاد هذا خصها تكون حتى هي كما حتى حنا غامرنا وبقينا في البلاد او لا هذا، يعني واش دعمتنا، واش كان شي دعم من هذا؟ هذا الشيء دابا انت اللي كتقول استاذ، انا راه حاس به ولكن انت غتكون حاس به اكثر مني. يعني حنا دابا غير كجيل جديد. نعم. وراني حتى حنا تنتشكاو من هذا الشيء اللي كتقول. انتم شفتوا، فما بالك انتم اللي دوزتوا. وبلاتي ودابا انا راني قبلتها، انا تقبلتها، ولكن واش ولادي غيتقبلوها؟ راه ما يتقبلوها فعلا. ودابا انا مثلا، انا كانت عندي شركه ديال الانتاج ورزقي مشي جبتو في المغرب كامل، درت في المغرب وجبتو. والولد ديالي دابا كيفاش دير؟ دابا انت يعيش هنا ويعيش بالفن؟ راه ما يعيش. هو الحمد لله مؤخرا وقعت، وقعوا بوادر طيبه من المديريه ديال الثقافه ومن هذا، ولكن يدو حدا ما تتصفقش. لا هما شوف، هما وقعوا بوادر ولكن ما كافيش. ما كافيش. لا فهمت السوري. التضافر الجهد. التضافر. وحتى مننا حنا كفنانين. ولا الفنان حتى حنا. لا شوف، حنا كفنانين خصنا نتصالحوا بعضياتنا، نتحدوا حنا بعدا ويلقاونا موجودين ولحمة وحنا عادي تعاملوا معنا، عادي تعاملوا معنا. وحنا مشتتين بعدا وشي تيكره شي وهذا مع كامل الاسف. حنا ما تنعمموش ولكن كاين هذا الشيء. واللي مشكل دابا حنا هاد المسائل، هاد الصراعات اللي كاينين بالفنانه، راه كنمشينا لكازا ولا كنمشي شي مدينه اللي فيها الفنانه، يعني راك عارف حنا عندنا في المغرب راه كل واحد والمستوى ديالو. نعم. في المغرب. نعم.
يعني راه هذوك الناس الا تصارعوا راه كيتصارعوا كاينين الفلوس. انا دابا كاين علاش يتصارعوا، كاين علاش يتصارعوا. وبالنسبه للمنطقه ديالنا ما كاينين فلوس بعدا غير على الاخر، بعدا غير من بعدا نكونوا غير بيناتنا متابعين على الاخوه، متابعين والله العظيم. قالوا هذاك بعدا الكنازه كبيره والميت فار. اه فعلا مع كامل الاساس. زعما شوف هذا واقع وما نحشموش هادشي ندوزوه في برنامج راه لانه واقع. واش نهضروا بلغه خشب؟ نهضروا لغه واقعيه. السي رضا انت راك اتصلت بيا واول هضره قلناها انا وياك، قلت لك اودي اخويا رضا انا راه كنهضر عشوائي ويعني راه ما غادي ما نقدرش. لا قلت لي بعدا، لا قلت لي بعدا، انا راه في الحقيقه ما كنتش كاع بغيت باش نسميتو، ولكن قلت لي ما قدرناش. حنا شوف حنا سمع السي رضا، انا ما كنتش باغي، كنت غائب ما باغي لا نبان لا نقول لا نهضر، ولكن دابا حرجتيني قلت لي ما قدرناش نقول لك لا. هذه كنقولها بكل صراحه. دابا السي رضا هذه الهضره ما قدرناش نقولها في وجهك انت، حيت وجهك كبير عندنا. لا حاجه، العفو العفو. اقسم لك بالله العلي العظيم انا كنقسم دابا بالله. نعم. ياك اليوم اللي عندنا اللقاء. نعم. اقسم بالله الا كنت نفكر نقول لك شي كذبه وما قديش في وجهك على رقبتي. انا كنرقبها وراه العواش هذا. صافي جابوك جواد كتاب انك انك تدوز معنا اليوم. انت حتى انت وكذلك انت تبارك الله ولد مربي، الله يطول عمرك، ولطيف، ولد اسره، الله يحفظكم، عريقه، العفو والسلام على وليداتكم. انا عارف كي كتغير على الفن، انا عارف كي كتغير على الفن وكيبغي توصل للفن، وعارفك انا من الناس اللي عارفين بان انت كتزيد من جيبك. نعم. باش توصل للفن. فعلا. انت ما كتشوفش الفلوس، كتشوف غير الفن. خصو يوصل هذا الفن ونخليو البصمه ديالنا، يجي واحد الجيل يلقانا حنا درنا بعدا شي حاجه، باش ما يجيش واحد الجيل يلقى عاوتاني الجيل اللي قبل منه ما دار والو. ويبدا هو من الاول. وشوف اللي مهمه خصنا هاد الشباب اللي طالع دابا، هاد الشباب اللي راه انتما واحد النهار يتركتو صغر مننا وقدنا وهذا، غنوليو حتى حنا واحد النهار تيجي واحد الجيل يستضفنا حتى حنا كناس قدام دوزوا وداروا وهي غاديه وهي غاديه وهي غاديه. حنا منين جينا عجله الحياه دابا في الجيل ديالنا السي رضا، منين جينا نعم. ما لقيناش شي واحد صريح، الناس ما هضروش معنا بالصراحه وما قالوا لنا شكون هو الفن في الرشيديه، ماشي في المغرب، في الرشيدي ما قالناش شكون هو الفن. حيت طلعت انا لقيت واحد الجيل، منين جيت انا يعني بحال تقول قبلت الجيل اللي ما قبلي واللي معايا واللي بعدك جيتي في الوسط. انا كنحاول ما يمكن نفهم الشباب، هاد الشباب ديال انا كنفهم له الحقيقه رغم انها قاصحه، فهمتني؟ يعني رغم ان الحقيقه شويه قاصحه ولكن هكا دايره الحال. سميتها هي سميتها الحقيقه، الحقيقه الحقيقه، والحقيقه ما عمرها ما تضر. نعم. يعني بنادم اللي بغى يجي لهذا الفن هذا، اي واحد في شي مهنه، اي واحد نديرو حنا كاع، احنا بلا ما نبداو نذكروا المهن باش ما يقولوش الناس طيحنا بشي مهنه ولا شي حاجه، راه اي مهنه كلهم المهن شريفه الحمد لله. اي مهنه جاها بنادم راه خصو يعني راه كيكون يعني خصو ياخذ فيها واحد الخبره وياخذ فيها عادي ويحترمها باش حتى هي تعطيه، او يسول واش خرجها ولا ما خرجها. فعلا ماشي من هبه وداب يجي ويقول لك كذا ويقول لك. المهرجانات اللي دوزتي في المغرب على مر مسيرتك الفنيه، هو دوزت مهرجانات شويه، دوزت في مكناس، دوزت في فازرو، دوزت ديال التمور في عرفود، دوزت في الرشيديه، ولكن باش ما نكذبش عليك السي رضا، هو انا ما تبعش هادشي ديال المهرجانات بزاف، لان كما قلت لك في الاول كان عندي الانتاج ديال السمعي والبصري، فهمتني؟ نهمكتي في هذاك الميدان الاخر اكثر اكثر، حيت ما يمكنش انسان يوازن بين وجات الوقفه ديالي، راه وقفت 10 سنين، لقيتها فين غادي نخدم على المهرجانات مثلا ولا نخدم، راني درت بوز. نعم. يعني كان يعني بالنسبه لي حيت قلت في الرشيد، انا في الرشيديه يعني وما كانش شي مثلا الا بغيت ندير فرقه انا موسيقيه واش غادي ندير فرقه صغيره، خصني فرقه كبيره. كبيره وهاد الفرقه كبيره باش نديها راه ما غاديش نديها بشي ثمن اللي هو يعني ما مخرجكش، ما مخرجنيش فعلا. واش فهمت السي رضا؟ فهمتك استاذ فهمت. وما غاتوكلنيش الخبز. فعلا. بالنسبه لي الا بغيت عارف انت اللي بغى الفن وبغى ياكل فيه الخبز راه كيمشي راه خصو يخرج. فعلا. والحديث معك شيق استاذ، وما حيدتش واخا ما غادي نقطعك السي رضا. نعم. باش ما نحيدوش واحد النقطه اللي مهمه. انا رغم انني كنقول مثلا يعني ديك البركه اللي كيعطيو للناس هنا في الرشيديه في الاعراس قليله ولا ما قليله، راه اسره نهار كتجيني شي اسره ما عمري رجعتها كنقول له جيب جروب ونجي انا ما تعطيني حتى شي حاجه باش تلقى كاع تخفف عليه، باش نلقى نخفف عليه وباش ما نرد ترفع عليه الحرج، لان كاين الناس اللي جمهور ديالي ما يمكنليش الحرم ما يتحرمش مني مباشره. فعلا. اللي كيبغي يشاهدني مباشره. نعم. ما كاينش المشكل. نسيت قبل ما نساليو اللي ذكرنا بين انتوما من قصر تازموريت. نعم. اللي عزيز علينا وتنوجهوا التحيه للاهل ديالو. نعم.
الناس كثيره ما تتعرفش راه عندي ولاد عمت الواليد من تازموريت وانت كتعرفهم مزيان اليوم حتى هما التحيه للعائله التنافعت والناس ديال تازموريت كاملين. شوف الله يعمرها دار منكم وانتم غادين. شوف انا كبرت وترعرعت في كثير تازموريت. نعم. وعزيزه عليا حتى انا كتعجبني بزاف حتى انا ملي تندخل كنحس بواحد الراحه تما واحد الراحه. شوف عشنا مع هذوك الناس وكبرنا معاهم ورجعنا خوت وضحكنا كاملين وبكينا كاملين وهاد لا فامي اللي ذكرت ليا انت هي التنافعت الله يعمر لهم الدار عائله كبيره في البصيره. هما اقارب ديالنا من جهه الوالد. ايوا سبحان الله العظيم. لا انتوما ولا هما الحمد لله اللي جا من ريحتهم. الله يطول عمركم وشرف لينا استاذ وشكرا. الحلقه ديالنا قربت تسالي باقي بطبيعه الحال باش الجمهور يكون عارف باقي عندنا فقره ان شاء الله باش نستمتعوا بواحد المقطع ولو بسيط بالصوت الرائع ديال السي كمال الادريسي. ولكن قبل من هذا الشيء قبل ما ندوزوا للفقره الموسيقيه معكم استاذ يمكن لك توجه الكاميرا وتوجه رساله للشباب اللي تعاطى دابا لهذا الفن هذا منهم حنا ولا الاجيال اللي راها بدات تتبان غطلع حتى مورانا حنا. وجه شي تحيه وجه شي نصيحه اللي تبقى للتاريخ يسمعها منك باش الاخطاء اللي طحتوا فيها انتم ولا اللي قبل منكم ولا نحاولوا نتفاداوها. يمكن لك استاذ توجه الكاميرا وتعطي النصيحه ديالك للشباب. واش واخا ماشي مشكل هذه النصيحه اللي بغيت نعطيهم للشباب واش يعني نعطيو حقيقيه؟ لا حقيقيه ماشي بدون لا بدون لغه خشب بدون بلا زواق. واخا المهم هذا ولكن حاول عليهم. المهم هذه واحد النصيحه للشباب على ما اظن هذه الكلمه راه ما تقدروا تسمعوها عند حتى شي واحد. يعني اش نقول لكم ضربوا على المهنه ديالكم بالنسبه للفنانه انا كنهضر على الفنانه المهنه ديالكم يعني حاولوا ما امكن باش ترفعوها للفوق. يعني راه كانوا ناس دازوا في هذه المهنه هذه وكاين منهم ناس دللوها باش نهضر في الواقع. انا راه ولد البلاد ولد المنطقه وكبرت هنا كانوا ناس دللوها وكان بعض الناس حاولوا ما امكن باش يهزوها وما تهزاتش. وكنطلب منكم باش تحيدوا البليه في هذه الحرفه راه ما صالحاش. وطلبوا وكنطلب من المسؤولين باش يساندوا هاد الناس هادو لان ما ساندوناش حنا ما ساندوناش. بالنسبه للمسؤولين ديال 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 الجهه ديالنا حتى شي واحد ما ساندني. كنطلب من المسؤولين باش يساندوا هاد الشباب هادو ويخلقوا لهم شي مؤسسات راه الحمد لله راه دار لهم راه بدا هادشي الحمد لله. ولكن راه هو مع هاد الموسيقي وراه بدا ولكن خصنا نشوفوه يعني هاد المسائل خدامه لان مازلنا واخا شفنا وزاره القاعه اللي صاوبوا في تركه الجديده والقاعه اللي صاوبوا في ولاد الحاج ولكن مازال ما بداتش شي خدمه اللي تتفرح. يعني بغينا هاد المسائل يبدا وهذا ونطلب من الدراري لهاد الشباب هادو باش يتعلموا الموسيقى يحاولوا ما امكن يدخلوا المعاهد يقراوها لان الا قريتها راه ممكن تعطي فيها اكثر من هذا الشيء. ماشي بحال اللي قريها يعني بحال اللي غير يعني عشوائي. راه احنا معلمين عشوائيين ما نكذبش انا راه معلم عشوائي حتى احنا ولكن الا قريت راه ممكن تعطي اكثر من داك الشيء اللي عطينا احنا علميه. راه الحاجه حيت تكون بالثقافه تكون علميه كتكون علميه. وحاولوا ما امكن تجمعوا بيناتكم والحسد ما يكونش لان ما ديروش بحال الاجيال الماضيه. هذه النقطه اللي مهمه. لا 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 يعني يعني حاولوا يكون يد وحده باش لا تقدمنا نتقدموا بالبلاد يد وحده. واش الا وقف هذا على هذا وبغينا هذا يمشي مع هذا وهذا مع هذا وتحاولوا ما يمكن تكونوا كتله وديروا جمعيات. ديروا جمعيات وهضروا ديروا جمعيات. راه الجمعيات الحمد لله راه دابا المغرب كامل راه فيه ما كاينش شي بلاد اللي ما فيهاش جمعيات. ما كاينش شي جروب اللي ما كينتميش لشي جمعيه. نعم. ونطلب من الله سبحانه وتعالى باش تكونوا ان شاء الله الفوق وتفوتونا ان شاء الله تكونوا تفوتونا وتاخذوا المشعال. وشكرا لكم السي كمال الادريسي. تشرفنا بوجودك معنا في هذه الحلقه الشيقه والغنيه بالمعلومات ونهار كبير هذا وسهره رمضانيه رائعه هذه. وشكرا مره اخرى وتبارك الله عليك وتصفيقات عليك. شكرا الله يحفظك. الجمهور ديال الكريم وصلنا للفقره الاخيره واللي كينتظرها الجمهور وهي الفقرة اللي غادي نسمعوا فيها الصوت ديال السي كمال الادريسي بواحد ابداع جديد اغنية جديدة. العنوان ديالها محش من صومار عايز مرحبا. مش احنا المفاجأة اللي كاينة في هذه الاغنية هي ان معنا السي رضا الادريسي الابن ديال السي كمال الادريسي الله يخليه ليه وهو اللي غادي يرافقه بالعزف على آلة الاورج. تصفيقات على رضا.
I'm